اهلا بحضراتكم مره تانيه. وفجاه عادت مخاوف المصريين من احتمالات الارتباك وخلط الاوراق للحياه السياسيه في ظل المصادمات واعمال العنف والمخاوف من انقسام القوى السياسيه حول مسارات خارطه الطريق وشكل الحكومه اللي جايه، وايضا في ظل غياب اولويات مواجهه الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي كانت احد اسباب السقوط السريع والمدوي لنظام الاخوان. اليوم معانا وجهين بارزين من رموز التيار المدني، هنحاول نتعرف على رؤيتهم لكيفيه الخروج من المازق السياسي والاقتصادي الراهن. برحب بالاستاذ الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئه سوق المال الاسبق والقيادي بحزب الدستور. اهلا بيك دكتور. استاذ دكتور وحيد المجيد امين عام مساعد نجابه الانقاذ الوطني، اهلا بحضرتك طبعا. استاذ العلوم السياسيه طبعا اهلا وسهلا. وبهنيك على فكره دكتور وحيد يا جماعه، عامل كتاب اسمه ازمه دستور 2012، تواثيق وتحاليل كاتبه بشكل يعني ثري جدا وفي نوع من الاثاره زي ما بيقولوا، وهو صادر عن دار نشر اشبيليه. مبروك على الكتاب. الله يبارك، ربنا يخليك، على الله يكون مفيد للفتره اللي جايه ان شاء الله. الدستور السابق بعد دستور 2012 لا ما هو مش سابق، لان الدكتور اشرف معطل اشرف ثابت قال لك ان هيستمر الدستور مع تعديلات. ابدا بحضرتك دكتور هاني، شايف مستقبل شايف ازاي مستقبل خارطه الطريق اللي وضعتها القوات المسلحه؟ اعتقد يعني زي ما انا قلت قبل كده كثيرا، هي الخطوط العامه واضحه واعتقد متفق عليها ومنطقيه جدا. انت بعد عزل دكتور مرسي بناء على اراده شعبيه واضحه، ثوره 30 يونيو ودعم القوات المسلحه المصريه لهذا المطلب الشعبي، أصبح عندك طبيعي أنك أنت تبدأ بإعلان دستوري ينظم بشكل عام المرحلة الانتقالية، وده البداية. أعتقد الخطوة الثانية المهمة هي حكومة ائتلاف وطني أو حكومة إنقاذ وطني لا تحتمل الفشل هذه المرة لإدارة المرحلة الانتقالية. أعتقد أن المرحلة الانتقالية أيضا كونها يجب ألا تزيد في رأيي عن 9 أشهر سنة كحد أقصى، مع وضع خطوط تفصيلية، بناء دستور جديد توافقي أي مكان. يعني عارف الرؤى السياسية الآن مختلفة، أنا شخصيا أميل إلى إعداد دستور جديد حتى مع المحافظة على بعض المقومات الأساسية اللي جت في الدستور الملغي، لكن في رأيي أنه هناك عوار كبير في الدستور المعطل تحول دون عمليات الترقيع له، وعملية انك انت تنقل تشيل مواد وتحط مواد، لانه يحتاج الى اكثر من هذا ويحتاج الى اعادة يعني بناء جديد. فالدستور طبيعي بقى نرجع للمسار الصحيح، الدستور اولا حكومة انقاذ وطني في رأيي المرأي. دستور اولا ثم اولا احنا اتكلمنا على اعلان دستوري مؤقت ينظم العملية الانتقالية، حكومة مدنية بكل ما تعنيه الكلمة، لها صلاحيات قوية، ده اللي لازم نبتدي فيه خلال ال 48 ساعة جايين في رأيي، لابد أن ننتهي من هذه المسألة. هذه الحكومة عندها 4 مهام رئيسية: الملف الأمني، الملف الاقتصادي، ملف الإصلاح السياسي وخريطة الطريق، ولا ننسى العدالة الاجتماعية، لأن عندي أكثر من 40% من المصريين تحت خط الفقر، عندي نسب بطالة غير مسبوقة، لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة حتى لا نزيد طحن هؤلاء. ثم عندك دستور، عملية بناء الدستور والقوانين الأساسية المكملة له، ما بين قانون مجلس الشعب وإلى آخره، والانتخابات، خريطة واضحة للانتخابات، ثم بتدخل بعد كده في مرحلة إعداد الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، وبهنا بتنتهي المرحلة الانتقالية. أعتقد ما نفتقده الآن في خريطة الطريق هو التوقيتات، يعني مسألة توقيتات واضحة. أعتقد ده محتاجين بعد مجرد تشكيل الحكومة نبتدي نحط خريطة الطريق زي ما بيقولوا بالتايم لاين، بأنه خلال 3 أشهر نكون انتهينا من عملية الدستور، إعداد الدستور والاستفتاء عليه وعملية الحوار الوطني عليه والتوافق الكامل، 3 أشهر أو 4 أشهر أي مكان، بس يبقى في عندي خطوط رئيسية واضحة، لأن ده برضو يؤدي إلى مزيد من الاستقرار السياسي وهيبقى له انعكاساته الإيجابية على الوضع الاقتصادي والوضع الاستثماري، إنك محتاج قدر من التيقن أنا رايح فين. ده في رأيي الخريطة اللي احنا محتاجينها بإيجاز شديد جدا في هذه المرحلة، وده
اللي حطت عليه الخطوط العريضة القوات المسلحة بيان وزير الدفاع. وأعتقد أن هناك توافق من جميع القوى السياسية طبعا باستثناء الإخوان على هذا المسار. دكتور وحيد، نفس يعني التصور اللي قاله الدكتور هاني، حضرتك شايف مستقبل خريطة طريق ايه القوات المسلحة حطها؟ لا انا عايز اقول الاول الاولويات ليه، انه هذه الخريطة لم تضعها القوات المسلحة يعني، وفي كثير منها كان مختلف مع ما كانت تفكر فيه قيادة القوات المسلحة. هذه الخريطة وهي بتفكر في ايه وايه اللي تم وضعه يعني في بعض الاختلافات المهم. هذه الخريطة هي اساسا يعني المعالم الاساسية لها وضعها الشباب، وضعتها حملة التمرد مع مجموعات شبابية متعددة، وطرحت علينا في جبهة، كل هذا قبل 30 يونيو، وطرحت علينا في جبهة الانقاذ ونوقشت، وكان في وجهات نظر متعددة، وتم يعني تم الوصول الى صيغة لها. يعني مثلا القوات المسلحة كانت بتفكر في مجلس رئاسي وليس في اسناد الرئاسة الى رئيس المحكمة الدستورية العليا. كان الخريطة التي حدث اتفاق عليها بين الشباب في الأول ونحن قابلنا بها كانت بترى أنه قياسا على التجربة السابقة، موضوع المجلس الرئاسي طرح كذا مرة في الفترة الانتقالية السابقة، ودايما كان بيثير خلافات وصعب الاتفاق على من يعني كيفية تشكيله. فجت فكرة انه طالما انك ستعطل الدستور فما عندكش مشكلة ان انت، لانه الدستور المعطل اذا غاب الرئيس بهذا الشكل بيتولى رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الشورى. في دستور 71 كان رئيس المحكمة الدستورية، فمن الممكن اسناد الرئاسة بروتوكوليا، يعني مهام الرئاسة البروتوكولية لرئيس الجمهورية، ويبقى في حكومة تتولى العمل التنفيذي. كان التفكير القيادة العامة القوات المسلحة انه يبقى في مجلس رئاسي، مش هذا الترتيب. كان ايضا في تصورهم انه المرحلة الانتقالية هتبقى شبيهة الى حد كبير بالمرحلة الانتقالية السابقة. احنا كان تفكيرنا انه لابد ان يبقى فيه طبعا اعلان دستوري في المؤقت في الاول، وانه يبقى فيه دستور جديد، بس كنا يعني مقدرين انه لازم هيبقى فيه شركاء، وان احنا كنا حريصين على اشراك بعض اطراف ما يسمى بالاسلام السياسي في خريطة الطريق الجديدة وفي المرحلة الجديدة. وبالتالي موضوع انه إمكانية القبول بتعديل الدستور المعطل دستور 2012 تكون واردة. فالحقيقة يعني قيادة القوات المسلحة قبلت ما طرح وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي سبق إصدار البيان. ولذلك بنذكر أنه البيان اتأخر عدة ساعات عن المعود، لأنه الاجتماع طال وكان في نقاش حول بعض الامور بالذات فيما يتعلق بموضوع تعديل الدستور او تغييره. فالنص اللي جه في الخريطه هو التعديل بسبب اصرار حزب النور على 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 ذلك. انما هي الخريطه في اعتقادي خريطه مصممه جيدا، لكن هو المهم كيفيه انزالها على هذا الواقع المعقد وكيفيه التعامل معها فعليا. هذا النوع من الخرائط الحقيقة في لحظة زي اللحظة اللي احنا فيها، وهي انا بعتبرها اصعب لحظة في تاريخ مصر الحديث من 200 سنة، حتى اصعب من لحظة حرب 67. بس هقطع سيادتك لخبر مهم وهرجع تاني حضرتك. حرب شوارع بالمنصورة بين مؤيدي مرسي ومعارضي وسقوط عشرات المصابين، و الخبر منشور على جريدة الأهرام، كتبت الزميلة منى باشا من الدقهلية. تسببت الاشتباكات بين مؤيدي محمد مرسي ومعارضي أمام استاد جامعة المنصورة في حرب شوارع بعد مطاردات استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، فيما تدخلت قوات الأمن وقامت بإلقاء عدد من القنابل المثيرة للدموع في محاولة للفصل بين طرفي الاشتباكات.
معنا على التليفون من الدقهلية الأستاذ حازم نصر مدير مكتب صحيفة الأخبار في الدقهلية. أستاذ حازم أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور عمرو. الوضع إيه في المنصورة عند حضرتك يعني؟ هو يمكن أنا بكلم حضرتك اللحظة دي بس تمكنت قوات الأمن من بدء السيطرة على الموقف، وبالفعل كانت وقعت الشبكات من حوالي ساعة. جماعة الإخوان المسلمين بيتجمع مئات منهم يوميا أمام من القرى الأولمبية لجامعة المنصورة. احتجزوا اثنين من الشباب الثوره، او هم قالوا عليهم ان هم بلطجيه. المهم راح عدد كبير جدا من الشباب في محاوله تحريرهم، وقعت الشبكات بين الجانبين. اصيب خمسه باصابات بالغه، الا وعلى عدد من الاصابات يعني يصعب تحديدها دلوقتي. كلها بيت الاصابات كلها اصابات بحجاره وكدمات. حضرتك المنطقة اللي كان موقع فيها الشبكات هي منطقة بها شوارع جانبية كثيرة جدا، ومنطقة مقدسة بالسكان. طبعا الشبكات أحدثت حالة من الهلع والرعب، إنما تم بعد إلقاء القنابل الغاز أو القنابل المسلل بالدموع تم السيطرة على الموقف لحد كبير، ويمكن في غضون يعني دقائق معدودة يكون تم السيطرة الكاملة على الموقف. شكرا للكاتب الصحفي الاستاذ حازم نصر مدير مكتب الاخبار بالداخليه. عفوا المقاطعه دكتور وحيد، اتفضل. فالمهم في هذه اللحظه هو كيفيه التعامل مع هذه الخريطه. اولا محتاجين سرعه شديده، محتاجين تعامل بطريقه غير تقليديه غير روتينيه. ولذلك انا اكثر ما يقلقني في هذا المشهد الان، رغم كل البلطجه اللي بيعملوها عناصر الإخوان وتابعيهم، والحقيقة تعبير مؤيدي الرئيس السابق وماري ده تعبير غير دقيق ولا ينبغي تداوله إعلاميا من ناحية المهنية. احنا كل اللي احنا شفناه الحقيقة في هذه المواجهات هو عناصر متطرفة، هو الخبر جاء على الأهرام كده، عناصر متطرفة من تنظيم الإخوان، حتى مش من الناس العاديين في تنظيم الإخوان اللي هم مازال، وأنا متأكد أن في هذا التنظيم مازال في ناس لهم انتماء لهذا الوطن، إنما في المجموعات اللي بتحركها قيادة هذا التنظيم، ومعهم مجموعات إرهابية شفنا نماذج منها في اسكندرية وغيرها. فأكثر ما يقلقني هو البطء في التعامل مع هذه الخريطة والطريقة الروتينية التقليدية جدا في التعامل معها. أنا كنت متصور أن الأربع أيام، إحنا فات أربع أيام لم يحدث فيها شيء تقريبا حتى الآن في 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 مرحلة كل لحظة فيها لها ثلاثة. بس في حاجة حصلت مهمة، في 74 واحد ماتوا، عشان كده السؤال التاني. لا أنا بتكلم على تنفيذ خريطة الطريق. أسألك على كيف نقضي على نزيف الدم، وبرضه نفس السؤال هسأل الدكتور. لا ما هو إحنا حن كان لسه معايا الدكتور محمد سلطان رئيس الإسعاف، قال لي 74 متوفي حتى الآن يعني. لا ده هينتهي يعني يقينا هينتهي. يعني شايف ايه الحل عشان خاطر يتم ايقاف نزيف الدم في المحافظات؟ ما شوف هو يعني انا على ثقه، وانا اعرف جماعه الاخوان وقيادتها الحاليه، واعرف الفرق بين هذه القياده وقيادتها السابقه، اعرفها جيدا، واعرف ان هذه القياده ستسعى الى جر مصر الى تهلكه، وأعرف جيدا أنها لن تنجح في ذلك. هذه القيادة نتكلم عن 7-8 أشخاص يعني ارتكبوا جرائم خلال العام المنصرم ده، مش بس في حق الوطن والشعب، في حق الجماعة نفسها وفي حق أعضاء الجماعة. ولذلك هم لو تركوا لأعضاء الجماعة الفرصة أنهم يلتقطوا أنفسهم هيدركوا بشاعة ما حدث وهول ما حدث، وسيحاسبوا هذه القيادة حتى قبل أن يحاسبها القانون. ولذلك تبذل كل ما لديها من جهد لخلق هذه الحالة من الكراهية والبغضاء وشحن أعضاء الإخوان، واستخدام كل ما لديها من أدوات بم 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 بما في ذلك إنه في معتصمين من اللي راحوا في رابعة العدوية يريدون الخروج الآن ولا يستطيعون الخروج، لكن هيبتدي في نفس الوقت قطاعات من هذه الجماعة يدركوا حقيقة الموقف. والنهاردة عندنا بشائر لهذا، مجموعة من الطلاب الإخوان شكلوا جبهة اسمها جبهة أحرار الإخوان، وبيطالبوا بتغيير القيادة، وبيطالبوا
لكن هذه المسألة ستأخذ وقتا وستنتهي يقينا بنهايتها الطبيعية، وهو انتصار هذا الشعب وإرادته. عشان كده بقول لحضرتك أنا اللي بيقلقني أكتر مش هو ده، ده حينتهي ولن يستمر أكثر من أسابيع قليلة. لكن المهم بقى الأهم هو إدارة هذه المرحلة الانتقالية الجديدة بنجاح. ده محتاج سرعة، محتاج عمل غير تقليدي، محتاج العمل في خطوط متوازية. يعني كنت متصور انه في الاربع ايام دول كان يبقى فيه فريق عمل، يعني كنت متصور انه يكون مشروع الاعلان الدستوري خلص، لانه ما هوش اختراع ولا محتاج تكنولوجيا مستوردة هنستوردها. هذا الوقت كافي جدا للانتهاء من مشروع الاعلان الدستوري، كان المفروض يبقى مطروح الان للنقاش. كان المفروض يبقى فيه مجموعة عمل بتعمل مشروع لخطة عمل الحكومة الجديدة، يبقى موجود بين 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 ايديها، ممكن تطور فيه بعض الجوانب، ممكن تعدل فيه، بس تبدأ من شيء يكون موجود امامها من الساعة الاولى، لانه الوقت سمين جدا وخطر جدا، وبالتالي محتاجين تعامل بشكل اسرع بشكل غير تقليدي وغير نمطي. حكاية الاستقبالات التقليدية اللي بيعملها رؤساء الجمهورية في الظروف العادية والظروف الطبيعية وبالشكل البروتوكولي البتاع ده كلام يعني يبدو بالنسبة لي خيالي، انه نحن نتصرف بهذا الشكل في هذه الظروف. المفروض بنبقى في خلية نحل بتعمل، في خلايا عمل طول 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 الوقت، انما هذه الطريقه البطيئه والممله واللي بتبعث للناس برساله. احنا يعني كان هذه الايام الاربعه كان ممكن يحدث فيها تقدم في تنفيذ هذه الخريطه، يجعل الوضع بالنسبه للناس اللي هم مشغولين بما يحدث في الشارع يبقوا يعني في رساله ايجابيه ليهم، انه في تقدم سريع بيحصل، وان احنا هنعبر هذه المرحله بسرعه وبسهوله ايضا ان شاء الله. دكتور هاني، يعني انا سالت سؤال برضو محتاج رد على عمليه يعني كيف نقضي على نزيف الدم، وبعدين عايز اعرف يعني كيف نحل ازمه اختيار رئيس حكومه. انت تعلم يعني انتم رشحتم الدكتور محمد البرادعي، وانت قلت حضرتك انه تكليل لثوره يناير وثوره 30 يونيو، ولكن هناك ازمه تمرد، وحزب الدستور وجبهه الانقاذ تعتبر الدكتور البرادعي مرشحهم، وحزب النور يرفض هذا الترشيح. نحل الازمه دي ازاي، وازاي نوقف نزيف الدم؟ فيما يتعلق بنزيف الدم، اعتقد انت النهارده محتاج مسارين. المسار الاولاني هو انك انت يبقى عندك حكومه سريعه تشتغل على الامن العام والاستقرار وتصليح المسار السياسي. جزء ايضا من العمليه انك انت محتاج تتعامل مع وقف هذا المسار بشقين، وقف نزيف دم بشقين. في شق امني، وده حل امني اعتقد فيما يتعلق بالعمليات الارهابيه اللي بتحصل في سيناء والى اخره، ده محتاج ايضا ما يتعلق بعمليات البلطجه والقتل والترويع، لابد من القبض على المتهمين بشكل حاسم ولا يحتمل، لابد ان تكون هناك خطط امنيه واضحة في هذا المجال. وهناك مسار سياسي مهم جدا، وهو استيعاب كثير من المعارضين. وأعتقد الخطوة يمكن أنا يعني مع تقدير الكلام اللي قاله أستاذنا دكتور وحيد عميد، لكن فيما يخص البطء أنا بعتقد أنه جزء من البطء أو راجع إلى عملية محاولة بناء توافق وطني بقدر أكبر بأكبر قدر ممكن في هذه المسألة، بحيث لما يتم اختيار رئيس الحكومة وأعضائها ما يبقاش عندي بعد كده مشاكل كثيرة. فعملية الفحص والتمحيص والتشاور وإلى آخره، حتى لو أخذت يوم زيادة، بس في الآخر بحيث أن هذه الحكومة تعين تبتدي تشتغل على طول، ما يبقاش عندي لسه قلاقل واعتراضات وخلافات. فأعتقد بناء هذا التوافق الوطني مسبق موجود، وأن يكون في حزب النور والتيارات الجماعات السلفية وطيارات منها أن تكون جزء من الحوار الوطني، أنا في رأيي جزء مهم جدا من العملية، ويجب أن احنا نتمسك بيه. أنا عارف أنه في بعض الآراء يقول ليقبل من يقبل وليرفض من يرفض، أنا في رأيي أنه احنا كان اعتراضنا الرئيسي على طريقة حكم الإخوان وأنهم سيؤدوا إلى كارثة بمصر هي عملية التمكين والإقصاء، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هناك أي بوادر لازق، بالرغم من الاختلاف الشديد مع تيارات
الإسلامية لابد من استيعاب من يرغب منهم في الدخول في العملية السياسية وله نوايا حقيقية. يجب أن تستوعب مصر تستوعب الجميع، ويجب أن نكون أكثر صبرا في هذه العملية والتوافق، وأعتقد أنها ستؤتي بثمارها وستؤثر على عمليات العنف إذا بدأ لكثير من هذه الطائرات أنهم ليسوا مستبعدين، أنه لن يحدث عملية اضطهاد، أنه لن يحدث رجوع للعمليات القمعية التي كانت تحدث لهم. عفوا في المقاطعة، أروح بس الرابعة العدوية. معانا الزميل مصطفى سعد المراسل المحور في الرابعة العدوية. ما هو الجديد عندك يا مصطفى؟ أيوة دكتور عمرو، ما هو الجديد في الرابعة العدوية؟ الأجواء هنا في ميدان الرابعة العدوية منذ قليل كانت أو تأكدت الأنباء عن إلقاء أحد أبناء الرئيس محمد مرسي كلمة فوق المنصة، وقال أو وجه للشعب أو للمتظاهرين هنا، وقال بأن الثورة قدر لها أن يكون لها رئيسا يدافع عنها وشعب يدافع عن شرعيته، وهتف وقال ثوار أحرار هنكمل المشوار، وبات يحس كل المتظاهرون هنا في ميدان رابعة العدوية على الصمود حتى رجوع الرئيس محمد مرسي إلى شرعيته التي هو يراها من وجهة نظره، أو رجوع الدكتور محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية. نعم، واستمرت قد إيه هذه الكلمة؟ لمدة دقائق قليلة، يعني هو هنا على المنصة، اعتلى المنصة لمدة دقائق قليلة، بعدها اعتلى الهتافات الدينية والتكبير والصمود، ومع مع هذه اللحظة أو في هذه اللحظة تتزايد فعلا الأعداد داخل ميدان رابعة العدوية. نعم، شكرا للزميل مصطفى سعد مراسل المحور من ميدان رابعة العدوية. عودة دكتور هاني، يعني عفوا المقاطعة، تفضل يا فندم. لا أبدا، يعني أعتقد أنه عندك المسار الأمني ويجب أن يكون متوازي مع المسار السياسي، أعتقد أنه هيلعب دور، وأنا لا أعتقد أنه هذه المظاهر والضرب والكر والفر ومحاولة الاعتداء هتختفي في يوم وليلة. أعتقد أنه هناك إحساس من بعض بالذات قيادات جماعة الإخوان أنه ذا سيؤدي إلى قد يؤدي إلى نجاحهم مرة أخرى، وأعتقد أنه ده برضو دليل واضح على انعدام الرؤية وعدم قراءة المشهد السياسي الحقيقي وعدم فهم استمرار في عدم فهم الإرادة السياسية. وبعتقد استمرارهم في هذا الكر والفر والاستخدام العنف يقضي على البقية الباقية من رصيدهم إذا كان هناك أي رصيد متبقي، لأنه هو ببساطة شديدة بيتحول مع الوقت إلى أو يقوم أنصاره بأعمال إرهابية بكل ما تعنيها الكلمة وأعمال بلطجة. ولا أعتقد أنه لو في هناك قدر من التعاطف مع هذا التيار أعتقد أنه سينقضي خلال يعني أيام وأسابيع قليلة ولن يفيد المسألة. أزمة الدكتور البلدي شايف حلها إزاي، أو الخروج من يعني مع أول مواجهة للخريطة الطريق حصل اختلاف؟ أنا بما أنا قاعد معاك بأن فترة، يعني هل هناك تأكيدات على أننا سمعنا في التترات أن الدكتور البلدي تم ترشيحه نائبا ودكتور حتى الآن أكون صريح معاك، أنا بقالنا ساعة التصريحات بتطلع وبيتمنا فيها بعد كده، يعني حتى المؤكد الآن المؤكد أنه هو طلب إعفاءه من هذا الموضوع، يعني هو طلب أنه يبقى الوزارة. أنه يبقى خارج الترشيحات، ده المؤكد حتى الآن. آخر كلام جاينا أن الدكتور بلدي نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، والدكتور زياد بهاء الدين رئيسا للوزراء، ده آخر كلام. أوكي. وده الأرجح اللي هيتم الاستقرار عليه. طيب، معانا الاستاذ احمد المسلماني المستشار الاعلامي للسيد رئيس الجمهوريه. اولا نهنيه، نقول له مبروك يا استاذ احمد، الف مبروك يا دكتور عمرو، ربنا يخلي حضرتك وسيب ما يكون مع حضرتك. الف مبروك. خليني اسالك يعني اسئله، وانا عارف انك انت دائما واضح وقاطع في اجاباتك. هل تم الانتهاء من اختيار نائب رئيس جمهوريه، وهل تم الانتهاء من اختيار رئيس وزراء جديد للحكومه الجديده؟ لم يتم الانتهاء بعد، لكن السيناريو الأرجح أو المرجح حتى اللحظة هو كما تفضلتم الدكتور محمد البلدي نائبا رئيس الجمهورية والدكتور زياد بهاء الدين رئيسا للوزراء، لكن حتى عصر أو مساء الغد سوف تكون الأمور غير رسمية، بمعنى أنه ربما يطرأ طارئ، لكن ذلك هو الموقف حتى اللحظة. ما هي الطوارئ اللي ممكن تطرأ فتغير من هذا القرار؟ طبيعة الحكومات دكتور عمرو في ظروف سياسية كهذه وتجاذبات ومفاوضات مستمرة، وكل طرف بيبحث عن الخطوات القادمة أو الأطراف المشاركة معه،
فهي ممكن تطرأ بعض الطوارئ، بمعنى أنه تظهر متغيرات، لكن الأرجح حتى اللحظة أن السيناريو سيستقر على ذلك. أستاذ أحمد، حقيقة الخلافات حوالين ترشيح الدكتور البرداي؟ الخلافات حول ترشيح الجميع، يعني الخلافات حول ترشيح الجميع إذا خريطة سياسية نجمت عن ثورتين عظيمتين. يعني هل ما يعني في خلافات أيضا عن دكتور زياد بهاء الدين؟ أفهم من كده؟ لا، أنا لا أقصد أن الخلافات تخص دكتور البرادعي أو أن هناك خلافات دكتور زياد بهاء الدين، ولكن المجتمع السياسي الآن بطبيعته مجتمع خصب وثري وناتج من ثورتين، ومن الطبيعي أن يكون هناك متغيرات كثيرة جدا وكثيفة، ولا يوجد في مصر الآن شخص يحظى بالإجماع السياسي، إنما إحنا بنحصل على التوافق المرضي في تلك اللحظة من عمر الوطن. دكتور البرادعي يحظى بالاحترام والتقدير من قوى سياسية عديدة، وكذلك دكتور زياد بهاء الدين وشخصيات أخرى طرحت بهذه المناصب، وكل ما أمله أن احنا نتكاتف وطنيا لإنجاز تلك اللحظة حتى نستطيع أن نصل إلى وضع مستقر بدستور جديد وبرلمان جديد ورئاسة جديدة. متوقع أنت أستاذ أحمد إصدار الحكومة الجديدة وإعلان الإعلان الدستور الجديد؟ والله يا دكتور عمرو، أتصور أن الجدول على النحو التالي: في خلال 24 ساعة إعلان الرسمي النهائي للسيد نائب رئيس، والإعلان الرسمي النهائي للسيد رئيس الوزراء، وفي غضون 72 ساعة إعلان مجلس الوزراء بكامله. هل هي حكومة تكنوقراط أم حكومة ائتلافية؟ حكومة تكنوقراط، ولكن هذا لا يمنع أن يكون فيها بعض الشخصيات الذين لديهم خلفيات سياسية، لكن دكتور عمرو أود أن أوضح، نحن لسنا إزاء مخاصصة، نحن لا نوع غنائم لهذا الحزب أو تلك الحركة أو ذلك التيار، نحن لا نقطع سلطة الوطن لمن يريد أن يأخذ منها، نحن نختار الرئاسة، تختار حكومة وطنية كفأة تستطيع أن تتجاوز تلك المرحلة الصعبة، لكن لسنا إزاء مخاصصة ولا توزيع غنائم ولا إرضاء تيارات أو قوى أو حركات بعينها، نحن نستهدف إرضاء الوطن وإرضاء المستقبل بعد إرضاء الله عز وجل. هل تم اختيار وزراء قبل تعيين رئيس وزراء؟ لا، السيد الرئيس واضح تماما ان احنا اذا وضع يعني منضبط السيد رئيس الوزراء سوف يختار وزرائه. هل صحيح انه تم الغاء وزارة الاعلام في التشكيل الحكومي الجديد؟ هذا مطروح على طاولة السيد الرئيس، لكن لم يتم حسمه حتى الان. صدحت لم يتم حسمه، انما مجرد طرحه معناه انه ربما يحدث. وزارة العدل هل هي مستمرة أم أيضا سوف يتم إلغائها؟ لا توجد لدي إجابة دكتور عمرو بهذا الشأن، لكن من الممكن أن أسأل السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء، ويمكن أن تكون هناك إجابة غدا بإذن الله. هل الدكتور البرداي حيكون هو النائب الرئيس الأول أو النائب الوحيد لرئيس الجمهورية؟ حتى اللحظة المطروح منصب نائب لرئيس الجمهورية ونائبين لرئيس الوزراء. ونائبين لرئيس الوزراء، هل منهم السيد اللواء أحمد جمال الدين كما نشر في بعض الصحف؟ لا يوجد أي اسم رسمي حتى اللحظة، إنما هناك كثير من الأسماء اللي موضع تقدير من الرأي العام طرحت، إنما لم أسمع من السيد الرئيس حتى اللحظة أسماء نواب رئيس الوزراء، لأنه بالضرورة ينبغي أن يكون رئيس الوزراء أولا لكي يختار النواب. أنت أعلنت أمس مبادرة عظيمة جدا أحييك عليها وأثمنها، مبادرة للحوار مع شباب الإخوان، هل هناك أي تفعيل لهذه المبادرة أستاذ أحمد؟ نعم، بدأت بشكل يعني مصغر اليوم، وآمل إن شاء الله أن خلال الأيام القادمة، لأنه الرئاسة واضحة تماما أن ما جرى ليس معناه على الإطلاق أن الرئاسة في خصومة مع جماعة الإخوان المسلمين أو كافة التيارات الإسلامية، نحن وطن واحد يسع الجميع، والقيم الإسلامية هي تحكم الجميع، مدنيين وتيار إسلامي. الرئاسة واضحة تماما أنه لا يمكن الإقصاء ولا الإبعاد، الذين يروجون أنهم سيخرجون من ربع العدوية إلى السجن هم كاذبون، لم يذهب أحد إلى سجن ولا إلى معتقل، لن تعود أحداث 54 ولا أحداث 65، نحن في وطن حر لن يهان فيه أحد إلا من حمل السلاح. هل من المتوقع الإفراج عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين حاليا على ذمة بعض التحقيقات؟ والله يا دكتور عمرو، المحبوسين حاليا وأنا متعاطف شخصيا مع بعضهم لأنهم أصدقاء لي، ولكنهم ليسوا معتقلين حتى يتم الإفراج عنهم، وإنما هم على ذمة قضايا، أتمنى أن يكون إن شاء الله موقفهم يعني يؤدي إلى البراءة، ستكون سعيدا بخبر براءة الجميع، لكن لأنهم ليسوا معتقلين سياسيين
من ثم ليس من المنطقي أن يتم الإفراج عنهم بقرار رئاسي، هم إذا فقاضي طبيعي والقضاء هو الذي يقرر. ما هي تعليمات السيد رئيس الجمهورية المؤقت فيما يخص التعامل مع الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي؟ الدكتور محمد مرسي يحظى بالاحترام الكامل كرئيس سابق لجمهورية مصر العربية، ويوجد في مكان آمن، والرئاسة تتحدث عنه بالاحترام اللائق لرئيس سابق لجمهورية مصر العربية. لا نريد أي شكل من أشكال الانتقام، ولا نريد أي شكل من أشكال إهانة الكرامة، ولا نريد أن نكرر تجربة الرئيس محمد نجيب أو غيره. الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي يحظى بالاحترام كرئيس سابق للبلاد. هل هناك أي ضغوط دولية على مصر خلال هذه الفترة أستاذ أحمد؟ من الطبيعي أن تكون هناك ضغوط من كل الاتجاهات، داخلية من قوى سياسية وخارجية من قوى أجنبية. هذه طبيعة السياسة، كيف نوازن بين الضغوط الداخل منها والخارج. نعم، أنا بشكرك جدا الإعلام الكبير أستاذ أحمد المسلماني، بهنيك مرة تانية، وأنت إضافة كبيرة إلى رئاسة الجمهورية، وشكرا على هذه الآراء وهذا هذه المداخلة، شكرا جزيلا. نرجع يعني إلى أنت مرشح في هذه الحكومة كوزير استثمار أظن، حد كلمك؟ لا لا لا، كله بص في مجال الترشيحات أنت عندك رئيس الوزراء هو اللي يختار، أعتقد المسألة كلها في باب التكهنات. طيب. يعني مفيش حاجة حقا. احنا بقى سعداء تسمعنا اسمك كوزير استثمار. دكتور وحيد، شايف إزاي آلية اختيار الوزراء هي الطريقة الأنسب لاختيار أفضل العناصر هذه المرحلة؟ يعني الطبيعي، عشان كده كنت بقول انه في وضع كالذي نحن فيه بيفرض يعني هذه الآلية اكثر من اي وضع اخر، وهو ان تكون هناك خطة محددة لهذه الحكومة، وبناء على هذه الخطة يتم ترشيح واختيار من سيطبقونها. يعني اقول لك على سبيل المثال، لو مثلا المشروع اللي بدايته بعض القنوات الفضائية بتاع دعم مصر لقي تجاوب كبير وحقق يعني موارد في الاتجاه الذي طرح من أجله، وهو إنشاء مشاريع صغيرة للشباب في الأساس، ومن الطبيعي أن يصبح هذا جزءا أساسيا من خطة الحكومة. وأنا من سنتين، مش يعني مش في الفترة الأخيرة، وأنا بقول إنه لن نستطيع تحريك الاقتصاد المصري المتوقفة معظم قطاعاته عن العمل إلا بدعم المشاريع الصغيرة والأقل من متوسطة، وإن ده إلى أن تأتي الاستثمارات الكبيرة. إذا كان هذا اتجاه هيبقى ضمن خطة الحكومة، مفروض انه يبقى في هذه الحكومة من يستطيع اداء هذه المهمة، من يعرفها، من يعرف التجارب العالمية فيها، من يعرف في الصين عملوا ايه، في ماليزيا عملوا ايه، في الوضع من يعرف التجارب السابقة المحدودة والعشوائية في مصر في هذا المجال. فأقصد اقول انه عشان كده كنت بقول انه كان مفروض من اليوم الاول انه يبقى فيه نوع من العصف الذهني فيما يتعلق بخطة الحكومة الجديدة وفقا للمعطيات والأولويات والضرورات، بحيث انه يبقى امام هذه الحكومة عندما تشكل، لان ممكن الامر يستغرق اسبوع كمان مثلا، بعد 10 ايام ولا 11 يوم الحكومة هتقعد اسبوع. ده بيتكلم في 72 ساعة. احنا كنا بنتكلم في اختيار رئيس الحكومة في 24 ساعة، يعني ما يعني بالطريقة دي مش عارف ليه انا حاسس كده في صوتك، في يعني في نبرة كده، يعني في نبرة ضيق، حاسس كده انك انت كنت تريد ان تكون وتيرة القرارات اسرع من ذلك. كنت يعني انه من اليوم الاول كان مفروض انه يبقى فيه تحرك في اتجاهات متوازية، انما الترتيب ده. المشكله فين؟ المشكله في التفكير التقليدي. تفكير مين؟ اللي بيدير الرئيس المؤقت والقياده العامه للقوات المسلحه. هو مين اللي بيدير؟ اللي بيدير الرئيس المؤقت وبياخد راي القياده العامه للقوات المسلحه. اتدخل يعني، ما هو برضه دكتور وحيد انت يعني لازم برضه احقاقا للحق، انت بتبتدي من الصفر، انت بتبتدي من مؤسسه تحت خط الصفر، انت بتبتدي بالتعيين هيئة مستشارين، بتبتدي بتعيين حتى
حتى اليوران يعني انت حقيقة ايوه موجزء من ده موجزء من ده من ده يعني ان انت لا إن تستطيع ان تلومهم عليه لانه انت برضو بتتحرك من الصفر صحيح انا طب مقدر هذا رئيس الجمهورية المؤقت في الاخر هو خارج هذه المؤسسة بالكامل فعلى الاقل 24 ساعة او 48 ساعة لفهم المعطيات وادراك كل ما حوله والتفاوض والتحاور اعتقد محتاجة يعني وانا بقول دايما التحضير الجيد حتى لو اخذ 24 ساعة زيادة افضل كثيرة من انا اخذ ما هو ده جزء من التحضير بس هو طرح نقطة مهمة جزء من التحضير انا عايز ارجع لك في نقطة انت طرحتها تشتغل في اتجاهات متوازية مش وحيد انت يعني انت تقول ان من يدير شؤون البلاد الان الرئيس المؤقت والقائد العام للقوات المسلحة مظبوط القائد العام للقوات المسلحة بيأخذ رأيه يعني من يدير رئيس المؤقت من يتخذ القرار الرئيس المؤقت طب يعني الرئيس المؤقت يتخذ القرار هو القرارات كلها قرارات إجرائية يعني هو بيتصرف بالشكل التقليدي إنه هيعمل كذا يخلصه وبعدين يبتدي يعمل كذا وبعدين يعني بطريقة تراتبية لا أنت في لحظة محتاج إن أنت تشتغل في خطوط متوازية لأنه الوقت لا يسمح بالطريقة التقليدية إن أنت تنتهي من خطوة ثم تدخل في الخطوة الثانية إنما بتبدأ في خطوة وتعد في اللحظة نفسها للخطوة الثانية وخصوصا إذا كانت الخطوة الثانية تحتاج إلى عمل فتبدأ في التجهيز لهذا العمل فإذا كان عملية تشكيل الحكومة مرتبط بها بالضرورة الخطة التي ستعمل بها هذا إلا إذا كنا هنعمل حكومة بالطريقة التقليدية أو زي الحكومة السابقة أو الحكومات السابقة وبعدين كل واحد كده يروح يشوف يعني إيه اذهب أنت وربك فقاتلة وكل واحد يروح يشوف هيعمل إيه فيبقى وضع بالغ الصعوبة المفروض أنا متصور أن هذه الحكومة هتشتغل كفريق عمل مش كوزراء كل واحد قاعد في مكان يعني بتصورنا انها تبقى حكومة مصغرة لا تزيد عن 15 الى 17 وزير مقسمة الى مجموعات وزارية هذه المجموعات بتعمل معا وفي نهاية اليوم لابد ان يجتمع الجميع ليتابعوا العمل معا يبقى في خلية عمل بتعمل على مدار خبر الساعة. جالنا الاف المتظاهرين يحيون السيسي لدى وصوله للاتحادية الخبر على المصري اليوم كتب عمر النيال وصل الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة مساء الاحد الى قصر الاتحادية مقر حكم الرئيس عدلي منصور وفور اكتشاف المتظاهرين المحتشدين في شارع صلاح سالم المشاركين في فعاليات مليونية الشرعية للشعب ووجدوه فهتفوا الجيش والشعب ايد واحدة وبص شوف السيسي بيعمل ايه فيما حياهم السيسي وقال المتظاهرين الذين كانوا يحيطون به انه اشار الى ان الجيش سيحقق ارادة الشعب دكتور هاني ترى ان الحكومة الانتقالية تقدر تخرج بمصر من الازمة الاقتصادية الحالية وهي الاولويات الملحة اللي شايف انها لازم نبدأ بها على طول أنا زي ما قلت لك هم أربع ملفات الملف الأمن العام على وجه التحديد ده ملف مهم جدا لأنه ملف الأمن العام وملف إصلاح المسار السياسي مهمين جدا وشروط مسبقة عشان تقدر تعمل إصلاحات اقتصادية وتبتدي ترجع شوية عجلة الإنتاج وترجع حركة الاستثمار داخل مصر وبالتالي هم دول الملفات الأساسية أنت عندك برضو يمكن كنا عايزين نسأل أستاذ أحمد المسلماني عما إذا كان هناك إطار أيضا في عملية الانتقالية ديت السنة ديت من سيتولى عملية إصدار القوانين أنا برضو ده في إطار الرئيس الرئيس يجمع بين ثلاث سلطات التشريعية والتنفيذية ولكن أنا محتاج برضو يبقى عندي قدر ما نوع من المجلس الدستوري أو المجلس واعتذر عن الدستوري أكيد ده مهم جدا نعم مش موجود في الخريطة والمفروض أن المحكمة الدستورية يعني هو هيعتمد على المحكمة الدستورية ده جزء أنت محتاجه برضو أن يبقى واضح عشان يبقى أنا عندي الإطار المدني ما فيش انفرادات برضو في هذه المرحلة الإعلان الدستوري المؤقت لازم يبقى عندي أنا بتصور أنه برضو من الحاجات الملحة خلال 48 ساعة لأن ده الإطار اللي هيحدد صلاحيات يعني ده مثلا في تأخر شديد جدا فيه صلاحيات رئيس الجمهورية صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء صلاحيات النواب هذه مسألة في غاية الأهمية أيضا أعتقد الإعلان الدستوري المؤقت هيحدد عملية إصدار الدستور لأن ده جزء مهم جدا لعملية المسار السياسي فيما يتعلق بالحكومة أيضا لابد ان احنا نعي انه هذه الحكومة لا يجوز ان تكون بأي حال من الأحوال حكومة تسيير أعمال
لان احنا انتقلنا يعني صح. للاسف الشديد الفترات الانتقاليه اللي فاتت كل الحكومات اللي جت اشتغلت بمفهوم تسيير الاعمال، ولا حتى كانت تستطيع عمليه تسيير اعمال، لانه برضو كان بيشتغل في انت عندك كان اطار مسلط عمليات النيابه العامه والبلاغات والتحقيقات وعدم وضوح الرؤيه والى اخره. فهذا مساله لا يمكن ان تستمر باي حال من الاحوال وستؤدي الى كارثه، ولا بد يعني ما عندناش للاسف مجال للفشل. الفشل في هذه المرحله يؤدي بالبلاد الى يعني منطقه سوداء، والحكومه ستجد الكثر والكثيرين يتمنون فشلها، وبالتالي انا لازم ادي هذا الدعم، الغطاء المؤسسي والغطاء الدستوري والغطاء الشعبي لهذه الحكومه انها تاخد قرارات وقرارات مهمه، وبالتالي عمليه اختيار الكفاءات، يعني انا شايف 72 ساعه مش كتير، لانه لابد ان نكون دقيقين جدا في اختيار الوزراء، بحيث ان كل وزير بيخش وزارته فاهم هذه الوزاره، عنده رؤيه ليها، عارف ايه الاولويات اللي انا هشتغل عليها، عشان ما يبقاش فيه خلط الاولويات. يعني ما يجيش انا اقعد اشتغل، والله زي ما كنا بنشوف برضو في بعض الوزراء كان يقول لك انا مش قادر اخد قرارات انيه حاليه، فخليني افكر على الاستراتيجيه بتاعت الخمس سنين والعشر سنين. يا اخي انت مالك؟ كلام يضحك. ده انت قضيه يعني واخد بالك، حل مشاكلك على الشورت تيرم عشان تبتدي بعد كده تشتغل على الميديم تيرم والمدى المتوسط والمدى البعيد. وبالتالي انت محتاج هذه الحكومه تكون حكومه جاده وقويه وذات كفاءه بكل ما تعنيه الكلمه، وناس فدائيين. يعني لا يجب ان احنا يخفي عنا ان هذه المرحله مرحله تقتضي فدائيين بكل ما تعنيه الكلمه، معرضين لكل شيء، معرضين لكل الضغوط، قادرين على العمل في هذه الظروف بغض النظر عن اي شيء. انت عندك اقتصاد صعب، عندك الطاقه ظروفها صعبه، عندك بنيه اساسيه متهالكه، عندك بطاله عاليه، عندك عجز شديد جدا في الموازنه، فلا بد انك انت تشتغل. عندك قصور في عمليه الاستثمار وتخوف من الاستثمار، فلا بد انك انت واحده من الحاجات المهمه تدي ثقه في انك انت على المسار الصحيح. انت لن تستطيع انك انت تاخد قرارات وتحول المسار في يوم وليله، لكن على الاقل لابد ان تعطي الثقه ان هذه الحكومه فاهمه بتعمل ايه، ماشيه في المسار الصحيح، عندها رؤيه واولويات واضحه لكل ملف، في كل ملف، الاستثمار، الطاقه، الكهرباء، انت عارف كل مشاكلك على مدار الست اشهر او السنه، ازاي هتضغط نفقاتك في مسائل معينه، ازاي هتستخدم مواردك المحدوده، ايه هي المناطق المتفجره عندك اللي لازم تقفلها بسرعه. هذه كلها مسائل لابد انها تتحدد، ومش هتجيب حد يقدر هياخد هذه القرارات الا اذا كان عارف دولاب العمل في هذه الوزاره وفاهم وعنده خبره اداريه وتنفيذيه، يخش يشتغل بالمفتاح على طول في هذه المرحله، لانها لا تحتمل الفشل ولا تحتمل التباطؤ ولا تحتمل وقت كبير للدراسة والتمحيص. طيب دكتور وحيد، شايف يعني تقييمك ايه الموقف النهارده المملكة العربية السعودية ودولة الامارات والكويت وعلاقتهم الجديدة بمصر بعد 30 يونيو؟ لا طبعا يعني في هل تغيرت الامور؟ لا طبعا تغيرت الامور جوهريا يعني. يعني ما هو احدى خطايا هذا العام البائس انه بالاضافه الى الكوارث الداخليه ان احنا قطعنا علاقتنا الطبيعيه والتاريخيه مع اهم اصدقائنا في المنطقه ومع الدول العربيه اللي هي علاقتنا معاها دائما وطول الوقت كانت علاقات اكثر من طيبه يعني. ففي على المستوى العربي الآن في فرصة لأن احنا نعمل في وضع أفضل يعني، لكن دي كلها عوامل مساعدة يعني. إذا لم نساعد أنفسنا لا يمكن لأي مساعدات إنها تفيدنا. عشان كده ده كان أحد الانتقادات الأساسية الموجهة للسياسة اللي اتبعت، سياسة التسول اللي اتبعت في العام المنصرم، واللي كانت من اليوم الاول قائمه على انه هنجيب 200 مليار وهنجيب 500 مش عارف ايه وهنجيب ايه، ناهيك عن انه اصلا ما بيجيبش وما يعرفش يجيب
وما حدش يديله غير من يطمعون في ان ياخذوا اكثر مما يعطون. ما فيش حد بيتعامل مع بلد بالحجم بتاع مصر ده بطريقه انا هجيب من هنا مش عارف كم مليار وهجيب مش عارف منين ايه وتركيا هتعمل ايه وقطر ايه. يعني هذا التوجه الخاطئ يعني ينبغي ان يكون واضحا لنا تماما في الفتره القادمه. احنا محتاجين خطه عمل لحكومه تبقى عارفه انها هتشتغل 9 اشهر او 10 اشهر او 11 شهر وعارفه خلال هذه الفتره هتعمل ايه بالظبط، يعني ما هي المهام المحدده. مش نروح نشوف كده ايه اللي هنقدر نعمله او ما نقدرش نعمله، لا يبقى محدد ان احنا هنقدر نعمل كذا في هذه الفتره في هذا المجال وفي هذا. عندي ثلاث اسئله لحضراتكم عايز اجابات تلغرافيه عليها. السؤال الاول نبدا بالدكتور هاني، هل ممكن ان يعود الجيش للعمليه السياسيه عن طريق احد الوجوه العسكريه الحاليه او السابقه؟ لا يجب ولا يجوز وغير وارد. واعتقد ان انا القوات المسلحه حينما اعلنت انها لن تعود الى هذا الدور اعتقد انهم صادقين في هذه المساله واؤيدهم في ذلك، لانها اصبحت مساله امن قومي. اعتقد دخول الجيش في السياسه يؤثر على وحده الجيش وعلى استقراره وعلى مهامه الاساسيه المرتبطه بحمايه الحدود وحمايه الامن القومي. دكتور وحيد، اجابات تلغرافيه. بص، يعني من يعرفون ما حدث في المرحله الانتقاليه السابقه يدركون جيدا انه القوات المسلحه المصريه عانت معاناة شديدة وعندها مشاكل من هذه المرحلة ما زالت بتحلها داخليا حتى هذه اللحظة، وانه ليس لديها يعني من حسن الحظ انه الأولوية القصوى لقواتنا المسلحة هو الحفاظ على هذه القوات نفسها، على تماسكها وعلى علاقتها بالشعب وعلى نظرة الشعب ليها وعلى دورها الأساسي. فالجراح اللي هي أصيبت بيها في المرحلة الانتقالية الأولى ابتداء من 11 فبراير ل 30 يونيو 2012 جراح جعلتها من الناحية النفسية حتى لا تقول. بس في فرق بين هذا وبين انه في ضابط سابق عايز يترشح في الانتخابات. هو ضابط سابق ده مدني اصبح مدنيا يريد ان يترشح في الانتخابات. سؤال تاني بقى، هو حر. سؤال تاني بس عايز اجابات تلغرافية. شايفين ازاي احتمالات عودة الفريق احمد شفيق للمشهد السياسي، خصوصا انه رشح نفسه للرئاسة من قبل وممكن يرشح نفسه مرة تانية؟ اجابات تلغرافية. يعني طبعا يعني اذا قرر ان ياخذ هذا القرار فهذه مسألة تعود اليه، لكن انا رايي ك يعني من يعمل في العمل السياسي اعتقد انه ده لن يكون له تأثير ايجابي على المرحلة الانتقالية وعلى مستقبل مصر السياسي. وبالتالي يعني انا ضد هذه الخطوة، لكن هذا قراره. دكتور وحيد، نفس السؤال. يعني اعتقد انه اذا كان يعيش في الواقع، يعني مازال له علاقه بالواقع في 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 مصر، هيبقى مدرك جيدا انه ليست لديه اي فرصه. انه المساله يعني اذا كان هناك من يعتقد انه خد اصوات كذا في الانتخابات السابقه، فيبقى محمد مرسي يقدر يترشح في هذه الانتخابات وياخد اصوات. فاعتقد ان هو لو عنده اي صله بالواقع هيبقى عارف سؤال انه فرصته. في حال خروج الرئيس السابق مبارك من السجن ووجوده كما يقترح البعض محدد الاقامه في بيته، اي مدى يمكن هذا المشهد ان هذا الاجراء ان يحدث ارباك في المشهد السياسي؟ يعني اعتقد انه رئيس سابق محمد حسني مبارك اصبح من 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 الماضي. من الماضي تمام. ويعني جميع حتى انصاره القليلين اعتقد الجميع ادرك ان هذه مرحله يجب مصلحه مصر ومستقبل مصر يقتضي ان نطويها صفحه من الماضي، نتعلم من دروسها، لكن لا يمكن ان تعيد الماضي الى الحاضر باي حال من الاحوال. دكتور وحيد، أنا يعني أتفق مع الدكتور هاني تماما. هذه صفحة طويت وطويت صفحة بعدها أيضا، وعقارب الساعة كنا بنقول عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء من أسبوع، فهتعود إلى الوراء كل هذا الزمن. مش من الزمن لن يربك المشهد السياسي لا. ومسألة إنه يبقى في السجن أو لا يبقى في السجن دي مسألة متعلقة بالقضاء وليست متعلقة بالسياسة. في خبرين عندنا. أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام
عدة قرارات بشأن إعادة ترتيب العمل في النيابة العامة وتضمن إجراء تعديلات في قيادات بعض النيابات وإنهاء الند ببعض أعضاء النيابة وعودتهم إلى منصة القضاء. وقال بيان صادر عن النيابة العامة الأحد: جاءت قرارات النائب العام بعد دراسة مستفيضة لموقف العمل في عموم نيابات مصر، وذلك بغية رفع كفاءة العمل واستمراره على الوجه الأكمل والأمثل في النيابة العامة، حيث تضمنت القرارات أن يتم تنفيذها على الفور. وأضاف: تضمنت قرارات معالي النائب العام إجراء تعديلات في قيادات بعض النيابات، ومن بينها نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة وبعض نيابات الاستئناف، ومنها الإسكندرية وطنطا والمنصورة وبني سويف. وتابع كما شملت التعديلات مواقع بعض أعضاء النيابة العامة الذين كانوا ملحقين بمكتب النائب العام. أعتقد دي قرارات لازمة. ويعني هو أنهى انتداب معالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أنهى انتداب 15 مستشار بالنيابة العامة، اختارهم النائب العام السابق طلعت عبد الله. خبر التاني: عشرات الجرحى في اشتباكات في الإسكندرية. معنا على التليفون الكاتب الصحفي عبد الرحمن يوسف مراسل رويتر بالإسكندرية. أستاذ عبد الرحمن، سيب لي المشهد في الإسكندرية. المشهد الآن في سيدي جابر يسيطر عليه الفرح، لكن تخلله مشهد ربما عكر شخص بعض الناس قبل أن يحتووه، ولكنها تكرر من وقت لآخر. هناك حلواني، محل حلواني اسمه أفرعيدي في شارع المشير أحمد إسماعيل، يتهمه الناس منذ فترة طويلة بأنه يخبئ أو يضع به أسلحة، لكن هذه رواية ليست مؤكدة في الصور أو غيرها، ولكن هذا اتهام شائع منذ أكثر من 6 أشهر. ومن ثم فإن عدد من الشباب يحاولون تحطيم الباب الحديد الذي وضعه صاحب المحل عليه، إلا أن الموجودين حولهم يهتفون 100%. وتكرر هذا المشهد من وقت لآخر، البعض يحاول تحطيمه والبعض يهتف 100% فينتهي المشهد. وأما بالنسبة للشبكات التي دارت وتحدثت مع حضرتك فيها يعني في المداخلة الأولى، فإنها انتهت حينها، ويعني كما قام بعض الأهالي يعني في الإنفاذ بعض الشباب أو بعض أعضاء الإخوان فسلموهم للشرطة. لكن لا أعرف تحديدا ما التهمة، هي فقط كانت يعني ربما أقول أنها انتفاضة بالضحم أو كراهية أو شيء من هذا القبيل، لا أعرف، لكن بالأساس انتهت هنا، وكان هذا هو المشهد الوحيد. وتستمر الأفراح وتستمر الاحتفالات في شارع المشير ما عدا المنطقة التي وقع فيها الأشخاص من الجناية العالية، فيشوف فيها الحزن ويقف أصحابه وأصدقائه حاملين صور الشهداء رافعين عليها شعارات كتب عليها أنهم يعني شهداء كتب على يد الإخوان وما إلى ذلك، ويرفعوا بعض الشعارات التي تلعيهم في يعني مشهد حزين يعني ربما لا يتناسب مع الفرحة التي تدور في بعض المناطق الأخرى. شكرا للزميل عبد الرحمن يوسف مراسل رويتر بالإسكندرية. وفي نهاية اللقاء بشكر شكرا جزيلا أستاذ دكتور هاني سري الدين، اللي أنا أنتظر أن أنا أسمع قريبا أنه وزير الاستثمار، هتقبل ولا ترفض دعارض عليك؟ يعني لكل مقام إن شاء الله. بشكرك جدا، بشكر أستاذنا دكتور وحيد عبد المجيد طبعا أمين عام مساعد إجابة الأنقاذ الوطني بأنك مرة تانية على الكتاب. شكرا جزيلا، شرفتونا بعد خدمتنا الإخبارية متواصلة وحكاية شعب مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ناصر القفاص. تابعونا بعد هذا الفصل.